اولا خلينا تملي معاك، معايا ملحن انا سعيده ان هو معايا في مداخله، لكن اتمنى ان هو يبقى معايا ونتكلم معاه كتير جدا ان شاء الله. هقنعه ان هو ينورنا هنا مره ونتكلم كتير عن الالحان، الملحن شريف تاج اللي بينورنا، طبعا صاحب اغنيه تملي معاك اللي كسرت الدنيا، يعني الاغنيه اللي قدرت تكون موجوده ضمن اهم ومن اهم 50 اغنيه تم اختيارها رقم واحد ومترجمه ل 15 لغه. ملحن شريف تاج مساء الخير. مساء النور، اهلا بيكي شافكي وصحتك. مساء النور. اولا يعني من قبل ما نتكلم كده، يعني انت مأثر ان انت تبقى موجود معانا، فلازم تبقى موجود معانا ونتكلم اكتر عن الاغاني يعني. اكيد والله، لا ان شاء الله هيبقى لينا لقاء ولازم نقعد نتكلم اكتر. خلاص ده وعد، ده اللقاء اتسجل كده، اتسجل عليك وعد. خلاص تمام. واحنا بنتكلم وبلوفر عمرو دياب ده برضو يعني كان لازم يقولوا ان الشباب كلهم لبسوه على مدى سنين. طيب كلمني على الاغنيه دي، انا فاكره كويس قوي انه لحن الاغنيه كان مميز قوي، وكان الوقت ده الاغاني كلها صوتها عالي، بيت وعالي، فنزل عمرو دياب بالاغنيه دي راحت مريحه كل اعصاب الناس ولقت نجاح غير عادي، كلمني عنها. بالظبط بالظبط. هو انا بعد البوم قمرين على طول، احنا طبعا قمرين برضو كان البوم نجح نجاح كبير جدا، كنا عاملين فيه كذا شكل موسيقي حلو قوي. بعد نجاح الالبوم ده ابتدينا نشتغل، يعني حتى عمرو بعد ما بيخلص اي البوم من قبل ما بينزل السوق يقول لك عندك ايه بقى وسمعينا بقى الجديد كويس، فابتدينا نشتغل على الالبوم الجديد. قال لي عندك ايه يا شريف وكده. انا كان عندي كان في غنوه اسمها سنين في الالبوم ده، وكان في غنوه تانية اسمها صعبان عليا، دول اللي كانوا جاهزين معايا. ابتديت احضر اغاني، ابتديت افكر في يعني مجموعه اغاني عشان اسمعها لعمرو. فمن ضمن الحاجات اللي كانت عندي كان الكلام بتاع تملي معاك. ففي يوم قمت من النوم عادي جدا، شربت كوبايه الشاي بتاعتي، قعدت مسكت الجيتار بكمل بقى الحاجات اللي عايز اعملها، عايز اسمعها لعمرو. فبشوف الورق بتاعي، الورق اللي مكتوب فيه كلام اغاني الشعراء اصدقائنا وكده، فتحت الفايل بتاع احمد علي موسى، لقيت الاغنيه دي اول اغنيه كده جت قدامي يعني. فاول ما قريت الكلام عجبني جدا، يعني شدني قوي. هو انا كنت واخده من احمد بس ما كنتش مركز قوي فيه يعني، قريته شويه وسبته بقى، اي حاجه بتتساد على بال ما بيجي فكره فيها بنعملها. شفت الكلام عجبني قوي، جات لي فكره على طول وانا قاعد كده، جالي فكره اللحن ده يعني وانا قاعد بشوف الكلام ده. ابتديت اشتغل عليها، ابتديت يعني اشوف الكلام مع اللحن، طلع والله طلع اللحن على طول، يعني طلع على طول اتلحن. يعني بمجرد ما انا شايف الكلام قدامي عمال ظبطت فيه شويه كده وخلاص جهز اللحن، واتولدت كده تملي معاك يعني. كان ويمكن دي من الاغنيات كمان اللي عمرو دياب وقتها قرر يصورها، واتصورت كمان بشكل فيه رومانسيه. هي فكره الناس دايما محتاجه لرومانسيه، يعني انا دايما بلاقي ان الاغنيه اللي بتنجح مع الناس اغنيه فيها رومانسيه بساطه والكلام بسيط، بس كمان اللحن يمكن اداها يعني حته العالميه انها تبقى موجوده في العالم واي حد يسمعها، حتى لو هو مش مستوعب الكلمات او طبعا الكلمات ترجمت ليه، بس اللحن كمان بيبقى عامل مساعد كبير يعني. هو اللحن من كنت يعني البساطه اللي فيه، يعني اي حد ممكن يدندنه، حتى يعني مش لازم يكون حد بيغني كويس قوي او كده، لا الجمل بسيطه وقصيره اللي هي الستايل بتاعت الاغاني الغربي اللي احنا بنسمعها. ايوه فالجمله بسيطه وحلوه وفيها حته شرقيه برضو خفيفه قوي في بعض الاماكن يعني، طبعًا بعض طبعًا نهايات الغنى وكده يعني. فهي كمان كلحن يعني لحن سيميه كده، حاجه رومانتيك يعني جدا، رومانسي احنا جدا. احنا بنتكلم على سنوات، الاغنيه بقى لها سنوات. لما عرفت لما عرفت ان هي يعني فازت وخدت المركز الاول، واحنا بنتكلم على 20 سنه فاتت، فيا 20 سنه، 20 سنه فاتت على الاغنيه دي. ده كلام يسعدني انا شخصيا طبعا. أيوة. كملحن مصري انطباعك ايه؟ كلمت عمرو يعني، قول لي بقى انطباعك ايه لما حصل يعني. ما انا اقول لك يعني، انا اول ما قريت الكلام ده يعني حاجه فرحتني جدا يعني. انا شخصيا كملحن مصري وصل للعالميه وللمكانه الكبيره دي،
ان اغنيتي تتصنف باغنيه القرن ال21 وتاخد مركز اول طبعا من ضمن 50 اغنيه الاكثر استماعا وشهره في العالم كله. يعني مش معقول، حاجه فظيعه يعني. فبصيت على المقال كمان اللي كاتباه الشركه، ايوه سوري المجله الرولينج ستونز، يعني كاتبين حاجه كمان حلوه جدا، كاتبين حاجه بيقول يعني الاغنيه ما زالت تتمتع بتاثير هائل عالميا. صحيح. وتمت ترجمتها باكثر من 15 لغه. هي مش 15 لغه طبعا، هي اتعملت اكثر من 100 وحاجه لغه. ايوه يعني انا عندي نسخ لغايه دلوقتي تعدي ال 100، يعني بجميع لغات العالم. بكل لغات العالم تم كل لغات العالم. طيب يبقى انت كده بتكلمني على الاغنيه بقى عندها حقوق كتيره يعني في كل جداً. مكان موجوده جداً. يبقى لازم نقعد قاعده كده ونشوف مين الشعوب اللي بتغني معانا تملي معاك، ومين ده اللي طبعاً. مستمتع، ونحط الاغاني كده عندنا على الشاشه ونحط اغانينا. عندك وقت بقى نعمل عندي وقت. الكلام انا ده عندي وقت ان شاء الله هنجهز ده ونعمل تحليل لاغانينا. احنا بنتكلم 20 سنه واغنيه مؤثره، ده شيء مهم يعني ان احنا نلف العالم باغانينا، ده اكيد شيء مهم جدا. والله يوم اكتر من 20 سنه، هي 22 سنه، وكل سنه بيبقى فيه فيرجن او اثنين او ثلاثه، غير الكفرز وغير الكاريوكي وغير اللي رئيس تحريري بيقول 24 سنه. 24 سنه، يعني حاجه طبعا حاجه عمر بني ادم. عمر بالظبط اكيد ربع، يعني تقريبا بنقترب من ربع قرن يعني وانت الاغنيه موجوده يعني. وبعدين بيقيمنا، دي مجله من اكبر المجلات اللي المتخصصه في عالم الموسيقى، يعني الناس دي فاهمه يعني ايه اللحن ده. بس احنا يعني في انتظارك، الشاي علينا جاهز ان شاء الله، واحنا في انتظارك تنورنا ونسمع الاغنيه ونشوف الدول ونشوف كمان اذا كنا بهذا التاثير فممكن نعمل ايه اكتر واكتر يعني. فاكيد لازم الله. نعمل كده، لازم نبقى. وانا بشكر كل الناس اللي اشتغلت في تملي معاك كلهم، عشان برضو يعني اجي لهم كل الشكر والتحيه، وحاجه فخر بصراحه ليا والمصر بلدي والناس كلها اللي حتى في المجال يعني. اكيد انا هطلب منهم دلوقتي يحطوا لنا مقطع صغير. وبشكرك شكرا جزيلا، في انتظار زيارتك وكلامنا اكثر عن المزيكا والالحان والحاجات اللي كلنا بتاثر فينا وبنحبها. ملحن شريف تاج، نورتني في هذه المداخله. لحد ما نشوف مقطع صغير كده هقول لكم سريعا انه بصور في اماكن كتيره جدا، الاردن، العراق، حتى فلسطين، وببقى مستغربه جدا ادخل مثلا مطعم او كده فاسمع اغاني عمرو دياب موجوده في كل حته، اركب مثلا تاكسي عمرو دياب، امشي في السوق عمرو دياب يعني. فبقيت اسال يعني كميه التاثير، وطبعا في مطربين مصريين اخرين لكن عمرو دياب موجود بشكل كبير جدا جدا. فعرفت كده ان هم لا يعني هذه الاغاني مرتبطين بيها بشكل كبير، الشرق الاوسط، المنطقه العربيه، الجميع متاثر. فدي قيمه مصر يعني، انت بتجتهد بتقدم فن، وبعدين الفن انت بتبقى رائد حتى في انتشاره ويبقى موجود. عايزه اقول لكم كمان ان المجله برضو علشان نبقى منصفين، المجله كمان فيها اكتر يعني المراكز بقى، اذا كان التملي معاك عمرو دياب المركز الاول، لكن هتلاقي مثلا في كمان ايهاب توفيق واغنيه من الاغاني اللي بنحبها جدا، في هشام عباس، في سميره سعيد، وطبعا في راغب علامه، وفي شاب خالد، يعني مطربين مختلفين، لكن كمان في اسماء مصريه متقدمه في المراكز الاولى، كلهم احلى من بعض. وخلينا نقول انه بنقدم فن حلو وبنقدم حاجات حلوه كتير، يا رب نفضل مكملين فيها.